أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من جيمر بالعربي. النهاردة معانا لعبة سيتي فايتر بلاي. طبعا كل مرحله بتبقى اصعب، تقدر تمسك الـ الـ الحاجات اللي بتقع منهم دي. ممكن تمسكه اديله بقى. الله الله، عاش. تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي، تعال تعال. ايوه ايوه. لا 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 لا، انت جاي انت بتشيل الصندوق، عايز تضربني بالصندوق؟ خرب بيتك. طيب دلوقتي هو اللعبه هنا واضح ان كل حاجه هنا بالبرتقان، يعني كل الناس اللي انت بتضربهم حتى بينزلوا برتقان، فانت تقريبا اللي عامل اللعبه دي فاكهاني. انت هنا معانا 514 برتقان هنا، ممكن نعمل بقى ابجريد للباور بانش والكيك والويبون والديفنس والهيلث والكلام ده كله. ماشي، نزود بقى، لان انت ايه، مع الوقت هتلاقي المراحل صعبة جدا مع الوقت. بس في والله في ميزة حلوة جدا، البرتقال مش بيزيد، يعني هو هنا مثلا البانش باور 60، لما تضغط عليه يفضل 60، ما يرجعش تاني، ما يزيدش يبقى 100 200، لا هو زي ما هو 60. حاجة كويسة جدا والله. تقدر تغير الهيرو، الشخص اللي هتلعب بيه، تقدر تغير الكاركتر. بس في حاجه بقى، الكاركتر ده اقوى من التاني، ما دام انت عملت ده ابجريد، لو لعبت بالكاركتر التاني مش هينفع بقى، يبقى قوتها اقل، يعني لازم تعملها هي كمان ابجريد. في هنا جيفت سبين، في سبين بيبقى في سبين في اليوم، برتقان برضه مش عارف ايه حكايه البرتقان. تمام، في هنا ستور، تقدر تشتري بقى مثلا برتقان، حبة برتقان صغيرين، تقدر تشتري قفص برتقان، تقدر تشتري طاولة برتقان، تقدر تشتري عربية نقل برتقان، نقالة برتقان، يعني تشتري بقى هنا كل البرتقان اللي انت محتاجه هتلاقيه في المكان دوت. انت ممكن تشتري كمان شجرة برتقان، يعني ممكن تشتري كمان شجرة برتقان، مش هتحتاج بقى ان انت تشتري، خلاص انت معاك شجرة بتطلع لك برتقان. اوه تعال تعال، انا اتضرب الضربة دي. ماشي، سلام. الله الله، you
طبعا ممكن تضاعف البرتقان من خلال الاعلانات. يبقى البرتقانة مضروبة في 2. اتفرج على الاعلان يديك بدل البرتقانة برتقانتين. ممكن بقى ناخد الحاجات اللي في الارض دي بتبقى جميلة جدا اهو. بس بقى بياخد الضربة باي باي اهو. واحدة كمان يلا واحدة كمان. شكرا شكرا. ده كبير يعني، ده كبير الحاويات اللي عندهم يعني. هنا قاعد هنا في الحاويات تمام مستنيه. هو الراجل يعني دوت اصلا هو يعني نازل يدور على برتقان، نازل هو اصلا نازل يشتري برتقان. فيعني طول ما هو ماشي عمال يقابل بقى ناس اشرار بقى طول ما هو ماشي. يعني هو ما بيقاش غير في ناس اشرار، هو ما بيقابلش ناس كويسين ابدا. طول ما هو ماشي بيقابل اشرار وبس. فتخيل بقى حياته تبقى عامله ازاي. هو برضو ماشي برضو بيدور على برتقان، فجأة لقى برضو واحد شرير. هو الأشرار بقى جايين يضربوه برضو. بصراحة كانت هتبقى أفضل لو عملوا زي ستوري كده حلوة بدل الاستخفاف دوت. يعني برتقان ايه اللي انا بجمعه تو؟ يعني انا داخل انا نازل اتخانق عشان اجمع برتقان؟ فمش منطقي يعني. يعني تحدوا عقول الناس شويه يعني، خلوا فيه واقعيه شويه حتى لو بسيطه. لو كان في مثلا ستوري مثلا الناس دي بيقع منها كوين مثلا كاش كده بقى احسن طبعا. لو في كاش بيقع منهم يبقى حلو جدا، هيبقى شكلها لايق على اللعبه اكتر. يعني لو ندخل بقى على المينيو مثلا نجرب بقى مثلا الكاركتر ده، نظبط البانش. تضرب بنت، تضرب بنت، مش عيب عليك، مش عيب عليك تضرب بنت. لازمة تعال تعال تعال. طب بنت 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 تضرب بنت ماشي تعالي بقى. كلكوا عليا كلكوا عليا.
لعبة في منتهى الجمال، خطيرة جدا، لعبة بالأداء ده وبالإمكانيات دي اللي عاملها عبقري حقيقي. هسيب لك اللينك بتاع سكريبشن، لازم تجربها، هتعجبك جدا بإذن الله. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر التنبيهات، واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من جيمر بالعربي. مع السلامة.